ينضم معنا للحديث عن ما جرى اليوم من استهداف المتظاهرين وإحراق خيامهم من قبل السلطات الحكومية في وسط، ينضم معنا من هناك الناشط في التظاهرات السيد علي العزاوي. سيد علي، مرحبا بك. بداية، ما مبرر هذا الهجوم من قبل القوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين أمام حقل الأحدب في محافظة وسط؟ حياك الله أخي الكريم، تحياتي لك وقنوات رافدين الفضائية. حياك الله. بصراحة أيضا احنا مستغربين من العمل اللي قامت فيه اليوم السلطات وميليشياتها بالكوت بالاعتداء على خيم المعتصمين السلميين من أمام حقل الأحدب. صراحة المعتصمين على مدى 4 أيام معتصمين بصورة سلمية حضارية كفلها الدستور. لم يقطع شارع، لم يتجاوز على مؤسسة حكومية، لم يدخل إلى داخل الحقل. نتفاجئ اليوم بدخول ناس بزي مدني بالتجاوز على المعتصمين، كذلك تدخلت شرطة الحقل الأحدب بالاعتداء على المعتصمين وهم أعداد قليلة. عندنا إصابات، عندنا معتقلين، ولا يزال الوضع ضباب مرتبك داخل حقل الأحدب. عندنا إصابات خطرة بين المتظاهرين، عندنا حاليا معتقلين داخل الشرطة واصل، ما نعرف شو سبب اعتقالهم، ما نعرف شنو سبب الصاب. نتمنى توضيح من القيادة شرطة واسط اللي اليوم واقفة موقف متفرج. يعني معركة. سيد علي، هناك مصادر، يعني مصادر الميليشيات، مصادر الميليشيات تتحدث عن أن الأهالي هم من قام بمهاجمة المعتصمين، يعني هل هذا الأمر صحيح؟ أخي ما نقدر يعني نتهم الناس جزافا، أهالي ناحية الأحرار من الأهالي المعروفين والمساندين بثورة الشباب، بالإضافة أنه من ضمن المعتصمين بخيم الاعتصام هم ناس من أهالي الأحرار، وهو موجود أول شخص موضح بالفيديوهات أنه رجل من أهالي الأحرار، لكن هناك ناس من الميليشيات، من أزلام السلطة الفاسدة، لبسوا زي مدني ويتهمون بأنه هم من ناحية الأحرار، ناحية الأحرار بريئة من يمهم. كل ما هناك أصحاب ميليشيات منتفعين من أعوان السلطة المحلية في واسط ومحافظة نوابة والسلطة المركزية اللي أضرهم إيقاف حقل الأحدب كونهم متنفعين. هذا الحقل مسيطرة عليه الميليشيات، مسيطرة عليه كم شخص بالتعيينات بالحماية والحراسات، والدليل على ذلك بعده انقطاع أو التوقف صار 4 أيام نتيجة الاعتصام الأخوة المعتصمين بخيمة الاعتصام داخل خارج حقل الأحدب بالأمام، توقف العمل، وبالتالي الشركة الصينية هددت بالمغادرة. لكن هذه التصرفات كلها تضر بالأحزاب السلطة الفاسدة، تضر بالميليشيات، فاضطر اليوم إلى اللجوء إلى حركة رعناء باستخدام ميليشياتهم بالسلاح. ما طبيعة ما نوع الأسلحة؟ الفيديوهات التي أظهرتها، يعني أظهرت الفيديوهات أن هناك أسلحة استخدمت، يعني من ضمنها الرصاص الحي، أيضا الغازات المحرمة، يعني ما طبيعة ونوع هذه الأسلحة التي استخدمت من قبل الميليشيات ضد المتظاهرين المعتصمين؟ يعني أنواع الأسلحة، إحنا شبابنا شباب معتصمين سلميين، ما عندهم غير سلاح بسيط، العودة العصا إحنا نسميها، يعني هاي العصا كونه أن الحقل واقع في منطقة صحراوية والمنطقة مليئة بالذئاب وبالخنازير رزقكم الله، فلذلك حاطين أدوات بسيطة هي العصا لحماية أنفسهم. فاجأنا اليوم انه دم الاعتداء عليهم بالتكاكين، عندنا اصابات بالكتف بالعين بالراس، يعني ماكو مدرة اليوم بحق هذا واقف وحق المعتصمين. ونرجع نشكل ونقول شنو هذا التواطن من قياده شرطه واسط اللي ظلت موقف متفرد ما استخدمت اي شيء. هل هذا يعني ان حكومه الكاظمي ستستخدم نفس النهج ونفس الاسلوب مع المعتصمين ولن تختلف طبعا عن سابقاتها؟ اخي كريم، حكومه الكاظم هي ايضا اتت من حق الاحزاب، يعني هي ايضا اتت من نفس هاي المنظومه السياسيه، لكن هذا اليوم اول اختبار حكومه الكاظمي على اذا اراد ان يثبت حسن نيته، يعني يحيل كل من تسبب مجزره اليوم. اليوم شباب عزل لا حول ولا قوه، يطالبون بحقوقهم. شنو معناته تدزون عليهم ميليشيات تضرب وتقتل وتحرق القيم، دراجات الشباب كلهم عندهم اصحاب دراجات تحرق، سيارات الشباب المتظاهرين يهشش الزجاج يكسر. يعني هذا اول اختبار للكاظمي اذا اراد ان يحسن نيه عدل في هذا الامر مع واقع استحاله الزجاج عليه ان نعم في هذا الامر، يعني استمرار ذات الوجوه التابعه للاحزاب في اداره
المحافظة استمرار نفس النهج في التعامل مع المتظاهرين المعتصمين المطالبين بحقوق مشروعة؟ يعني هل هذا الأمر واستمرار هذه المنهجية سيؤدي بالتالي إلى ازدياد حدة التظاهرات في الأيام المقبلة؟ والله أخي الكريم، استمر هذا الأسلوب وإذا استمر تجاهل السلطات في بغداد والكتل الفاسدة على نفس النهج وعلى نفس نهج المحافظة وعلى نفس اللامبالاة والسماح لمطالب المتظاهرين، فإحنا لا شيء أكيد أن الوضع رايح إلى المجهول، الوضع رايح إلى فوضى عارمة. يعني ما أعرف وين يريدون يأخذون البلد. مظاهرات صار 7 أشهر ماكلين بالساحات وهم مستمرين على نفس المحافظة، مستمر على نفس نهج القتل، نهج الميليشيات. كيف يريد يبني دولة؟ الكاظمي يبني دولة ويقوي مؤسسات عسكرية، واليوم احنا نشوف ميليشيات تهجم على المعتصمين وزي مدني. إذا ما سوينا شيء، وشنو اختلافه عن سلفه السابق عادل عبد المهدي عندما كان يستخدم الميليشيات لإسكات صوت المتظاهرين؟ نشكرك شكرا جزيلا الناشط في التظاهرات السيد علي العزاوي، كنت معنا من واسط.